avisaron que me entregaron a Sabieti. أنا بس أنا صعبان على نفسي أوي بجد ومش عارفة أعمل إيه دلوقتي. أنا عارفة إن إحنا المفروض متفقين ما نكلمش بعض. ما لاحظتش إن آخر سنة في علاقتنا كانت خناقاتنا مختلفة عن كل السنين اللي فاتت؟ أنا بعتلك ولاية دلوقتي عشان أي حاجة ليها علاقة بالخناقة أو إن أنا لما قلت لك ابعد شوية كنت عشان أتأكد إحساسي ده صح ولا غلط. ما تحسبش عليا الجملة اللي جاية دي بس. وتحس إن إحنا مش مبسوطين سوا بس بنقاوح وخلاص. أنت وحشتني. طبعاً جنان رسمي إني أقول لك إني بحبك وأنا بسيبك. وأنا مش مستنية منك رد خالص. بس عشان أنا فعلاً بحبك فكان لازم أبقى صريح معاكي. يا بنت انت فين؟ انت عايشة مرة بعتلك تقريبا وتعملي سين وما ترديش. عارفة والله ان انت زعلانة قوي وان انت لما بتزعلي كده بتحبي تقعدي لوحدك وما ترديش على حد. بس انا مش حد يعني I'm your best friend. لو ما اتكلمتيش معايا تتكلمي مع مين؟ ممكن بليز تردي؟ انا اسفه اني ما ردتش عليكي كل ده. كنت محتاجه اختفي فتره. انا عارفه والله اللي طولت قوي بس انا فعلا كنت محتاجاها. دخلت في مرحله اكتئاب ما كنتش عارفه اطلع منها. بقيت حاسة ان دي مش انا. انا فهمت انا ليه اتكسرت قوي كده عشان اكتشفت ان انا بنيت سعادتي كلها على العلاقة دي بس مش اي حاجة تانية. ودي كانت غلطة مني الصراحة لاني كنت دايما مش هاممني غير اللحظات اللي ما بيننا اللي كانت بتخليني مبسوطه. احنا حتى لو قاعدين ساكتين بجد كنت برضه ببقى مبسوطه. انتي عارفه ان اخر مره شفته لما كان طالب السبيس ما بيننا كان في نفس المكان اللي قصه حبنا بدات فيه. علاقتنا لما بدأت كانت عاملة زي مش قصدي يبقى كليشيه والله بس زي قصص حب الأفلام كده. بدنا نحلم ونخطط لقدام مع بعض. عمري ما كنت حاطة لنا نهاية سيناريو وحشة ولا عمري تخيلت ان علاقتنا ممكن تفشل او تنتهي. بالعكس انا كنت قصدي راهن علينا وديت له مشاعري كلها من غير اي تحفظ. لما خناقتنا كترت في الاخر هي دي اللي خلقت البعد ما بيني وما بينه. ده كان الفرق ما بيننا. هو عرف يمشي امتى وانا كان دايما لسه عندي امل. ده طول
عمره عيب فيا اني بقى واح في طرق اتقفلت خلاص. ماما مرة قالت لي لما تكون مشاعرك متلخبطة هاتي ورقة فاضية وامسكي قلم وسيبي نفسك. وفعلا سبت نفسي وقعدت افكر اكتب له ايه. اكتب عن اكتر حاجات حبيتها في السنين اللي ما بيننا، ولا عن الحاجات اللي كانت ناقصاني في علاقتنا، زي مثلا لما انت قلت لي كذا مره لو ما كانش بيحب المواجهه، وانا كالعاده ما كنتش شايفه ده، ولا اكتب الكلام اللي كان مفروض اقوله في اخر يوم اتقابلنا فيه بس ما قلتوش. بس اكتشفت ان انا طول ما ببص للي فات عمري ما بقى احسن. عشان كده لما بدأت اكتب لقيتني بكتب لنفسي، ايه المشكلة ان انا اخد وقتي في الزعل؟ وايه المشكلة يعني ان انا احترم زعلي؟ انا كمان لازم اعود نفسي اني اعرف ابقى مبسوطة حتى وانا لوحدي. اللي فات هيفضل دايما جزء مني، لا عايز انساه ولا هقدر انساه. وهرجع نفس الاماكن بتاعتنا وهرسم ذكريات جديدة. على فكرة انا اتعلمت حاجات كتيرة قوي عن نفسي ما كنتش اعرفها. وبيني وبينك بقى، أنا لازم أرضى بالأمر الواقع أكتر من كده. الحب ما بين اتنين ممكن يخلص في يوم من الأيام، بس المهم إني أعلم نفسي إن الحب اللي جوايا ما يخلص أبدا أبدا. عشان اقدر اكمل حياتي بحب. هو كان صريح معايا وما أذنيش، فما ينفعش أكرهه. لو سألتني إذا رجع بيا الزمن أغير أي حاجة في قصتنا ولا أعيشها تاني بنفس تفاصيلها، هختارها كده زي ما هي، بس هغير حاجة واحدة. كنت هحضنه آخر يوم شفته فيه، لأني مكنتش أعرف إنها هتبقى آخر مرة. كل نهاية معناها دايما بداية جديدة، وفي وقت النهايات بتبقي محتاجة حد يقدر يقومك ويخرجك من زعلك، مش هتلاقي أسرع من روحك اللي هتعرف فعلا تعديكي الفترة دي وتخليكي ترجعي تحبي من تاني.
رغم ان ابني بكتبه لنفسي في الاخر عشان اطمن ان اي حب ممكن يكون لي نهايات الا حب واحد هو ده اللي ما بينتهيش.